قايم من النوم امبارح الصبح ولسه بفتح تويتر ولسه بقول يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. الاقي لك الخبر ده من سي ان ان في وشي كده خبط. وسيم ابن يوسف حاطط صورتي انا والشيخ وجدي ومعتز وبيسال سؤال مشروع الراجل بيقول ماذا يريد هؤلاء. سيبك انت من ان ابو الوساسيم انطفى نجمه وبيدور على اي حد يعليه من تاني فشغال يخبط وخلاص. بس السؤال هنا للاخ بتاع سي ان ان، انت ما لقيتش مكان تاني تحط فيه اللوجو بتاعك الا هنا؟ هو انتوا ماسكيني فين يا حبيبي عشان تغمي على عيني كده؟ انت اتفرجت على كرة البعبع وشلبي في الاعلام بتاع شركة المرعبين المحدودة؟ انا في نظرك كرة البعبع يا ابو عنكبوت. اما بقى شغل الردود والهري ده فانا الحمد لله خلاص اتعلم واميتوا امثال هؤلاء بالسكوت عنه ومش هنرد على حد تاني خلاص. إيش. وخلونا بقى نركز في حاجة تنفع الناس. وقد حان الان موعدنا الاسبوعي مع يلا بينا. طب يلا بينا. في صباح 17 يناير سنة 1977 وفي ظل حكم محمد أنور السادات كان المانشيت الرئيسي لجريدة الأهرام المملوكة للدولة صباحا علاوة إضافية لجميع العاملين من أول يناير زيادة المعاشات بنسبة 10% والعلاوة تشمل جميع العاملين. وكأن هذه الكلمات يا مؤمن كانت بمثابة الطبطبة بعد سنين الحرب والحرمان. أخيرا بقى هذا الشعب وجد من يحنو عليه يا جدع. وبينما الشعب منهمك في التخطيط لكي كيفية التبذير في هذا العهد الجديد إلا ويطلع بيان في نفس اليوم من مجلس الشعب بيتكلم الراجل عن عجز في الموازنة والإعلان عن إجراءات تقشفية، فالمواطن الغلبان الطيب اللي على قده قاعد يدعي لهم ويقول الله يعينهم والله أنا هاخد 10% بتوعي يا عم ووسع على الجعانين اللي في رقبتي دول وهم الله معهم بقى ما احنا يا ما تقشفنا يتقشفوا هم شوية بقى. وتاني يوم الصبح 18 يناير يا مولانا كانت الفاجعة في نفس جريدة الأهرام وفي نفس مكان علاوة امبارح كان قرار تخفيض الدعم عن السلع الاساسية العيش والرز والسكر والسمنة والزيت والشاي والبنزين والغزل والنسيج والسجاير ورفع الجمارك لمتين في المية صدمة وقنبلة مدوية نزلت في حجر الشعب ثلاثة دقيقة من الصمت مع صوت صرصور الحق. لا 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 لحظة كده معلش، هو احنا اللي هنلبس التقشف بتاع امبارح ده؟ يعني العلاوة 10% بتاعت امبارح هتاخدوها مننا 30%؟ انتوا بتشتغلونا؟ ويحصل يا عمنا اللي السادات ما كانش حطه في الحسبان ابدا ولا كان متوقع انه يحصل يوما ما. ويعمل هذا الشعب العظيم بالقاعدة الكونية العريضة واللي بتقول بكل بساطة يا واكل اوتي يا ناوي على موت. تخرج الناس يا مؤمن في الشوارع في القاهرة وفي اسكندرية وما هي الا بضعة ساعات وتنضم محافظات مصر كلها لهذا الحرارة. مرج ومرج وحرق ونهب وصوت الشعب يهب يدب يا سكنين في القصور الفقراء عايشين في قبور يا حاكمنا في عبدين فين الحق وفين الدين سيد مرعي يا سيد بيك كيلو اللحمة بقى بجنيه هو بيلبس اخر موضة واحنا بنسكن 10 في اوضة ولا اله الا الله والسادة عدو والله والله زي ما سمعت كده. ومن حيث لا تدري اتحرقت اقسام الشرطة وبيت المحافظ في المنصورة واستراحة السادات كمان في اسوان والناس قفلت الشوارع وطلبت الجامعة ضموا عليهم وبقت ليلة وعلى اخر الليلة يا مولانا كانت الناس تعبت خلاص وكل واحد روح نام وسط عياله وكما هو الحال المتبع مع كل الدكتاتوريات فبيطبقوا في نفس المقرر هو هو ودون اي تعديل. اشتغلت الاعتقالات الفجرية يا سيدنا ويصحى الناس على اخبار واهرام وجمهورية يقولوا ان ده كان مخطط كوني لتدمير مصر من الخونة والارهابيين. الله بس ده عرابي هو اللي كان جنبي في المظاهرة. انت خاين يا عرابي. طب انت خاين يا حاج مصلحي. الله برضو لا. طب فين الخونة رجالة. يعني بيشتغلونا تاني برضو؟ طب مش يلا بينا. طب يلا بينا. وتخرج الموجة التانية تاني يوم 19 يناير 77 يا مولانا وكانت وطئتها على النظام اشد وانكى. الناس اتجرأت اكتر والدم غلى في العروق اكتر بعد اعتقالات امبارح وطوفان الشعب محدش بقى قادر عليه. في الوقت ده مولانا كان السادات البارانويا تمكنت منه وبقت عنده في اشد واعلى مستويات. جنون العظمة كان بيجبره انه ما ينفعش يتراجع عن القرارات حتى وان كان هو ده الحل الوحيد عشان البلد تهدى. وعلى صلاة الظهر يا سيدنا البلد حرفيا كانت بتولع والسلطة والقرار اللي فوق بدأ يتحول وينزل في ايد الشعب المصري اللي فعلا كلها ساعات ويسيطر على كل المؤسسات. وهنا يتدخل السادة اللواءات واصحاب المصالح والدولارات ويضغطوا ويحطوا على السادة. لا يا بابا احنا كده هنضيع كلنا حبيبي انت مش بتلعب لوحدك. وينجحوا فعلا ويخلوا السادات
الثلاثينات يتراجع وهو بيعتصر ألم على صورة بطل الحرب والسلام اللي تهز بعد ما الإعلام كان عامل منها أسطورة. وفي نشرة الساعة 2:30 الظهر يتم الإعلان عن التراجع عن تلك القرارات مع استمرار العلاوة 10% زي ما هي. والبيان خلص من هنا، والأول مرة من بعد 23 يوليو سنة 1952 الجيش ينزل الشارع تاني يا سيدنا ويعملوا حظر التجول اللذيذ، والدنيا تهدى بقى والموضوع يطلع. طب هي ايه المناسبة مولانا من الحكاية؟ فين السنس يعني؟ الزتونة. لا ابدا، ده كان بمناسبة ان المسامح اللي جنبنا بتها جالها عريس متريش كده عقبال امل. يا عم عبودة بتقول ايه مش فاهم؟ انت هتستعبط يلا. انت ما مرتش عليك فيديوهات المصريين اللي اترموا في الشارع بعد ما اتدمرت بيوتهم وتحويشت عمرهم؟ ما شفتش دموع المصريين اللي ظنوا ان الدنيا بتضحك لهم واكتشفوا اخيرا ان هم وقعوا تحت طاغية مهووس بجنون العظمة، وكل اللي يهمه ان قراراته الحماسية تتنفذ حتى لو كانت على اوجاعهم ومصيرهم المجهول. الطبيب اللي ربنا خلقه يوصف الدواء، شاف السم اللي انتجه هو بيفتك ببطون المرضى، بس عزة نفسه وكبرياءه منعينه ان هو يتراجع عشان بس ما يتقالش عليه ان هو اتغاب وغلط. ايش فهمكم انتوا؟ هتفهموا اكتر منا حتى. ففهمناها سليمان يا اخي، مش يمكن تكون مصلحة الغلابة دول في الشارع اللي رماهم فيه وهي ارض الله واسعة، هيروح هو يحاسب اللواءات اللي من دم ويحبسهم عشان الرشاوي اللي قبضوه، وهم بيصهينوا على الناس اللي بتبني عشان تحط اربع حيطان يلموا فيهم لحمهم، يحبس اللواءات ويلم منهم اللي لهفوه ولا ينتقم من الغلابة اسفل. عايزه يحاسب اللواءات انت صح؟ وده انت خاين وبتكره جيش بلدك بقى. الله الله الله، مالك عم عبدالله انت سخنت ليه كده يا عم؟ ما بالراحة يابا، ما تقفورش امال. ليك حق انت تقول كده وانت بتتفرج على شاشة وتلفزيون بيسبحوا بحمد سيدك ليل نهار وبيشيد بقراراته الحكيمة رغم المصايب اللي بتعم على روس الخلق كل حين. عمرك انت ما هتحس بمصيبة ما شفتهاش، ولا حتى هتفهم مرارة ما سمعتهاش. حكومتك قوية يا باشا، حكومتك انتصرت يا باشا يا باشا يا باي يا باي يا باشا، حرام عليكم أهل شجاية وشجراتي صواب، حرام عليكم ده في حضام وحط الجنيه على الجنيه عشان نعملون لحسة بدل ما نستوى اللي يخفوا تدينا مهدى التخول. يلا يا باشا هديت، والله يا باشا ادينا مهدى التخول يا باشا، اعمل لها محضر تساول، اعمل لها محضر تساول يا باشا. الله لا يسيئك ولا تترمي رميتك يا باشا، انت نفذت الاوامر عشان ما يتعملش فيك انت وعيالك زي ما عملت فيها فرحانه. بص هفهمك انا، هي الرحمه دي عباره عن ايه؟ دي حاجه كده بتوجع بتحسها في قلبك على مظلوم او مقهور او قليل الحيله، فتعفو عنه مثلا وانت قادر عليه، او تساعده او تغض الطرف عنه يا اخي. صح، انت مش هينفع ترحم عشان اللي فوقك مش هيرحمك، ولا اللي فوق وهو كمان هيرحمك، لحد ما توصلوا للشيطان الأكبر اللي هدد السادة المحافظين قدام شعب مصر كله ان اللي مش هينفذ الهبل ده يتشال من منصبه، مع انه يا مؤمن شوف سبحان الله رحم ناس تانيين ولكن يمكن كانوا يستاهلوا. ما شفناش بلة في الرحاب تهدد، ولا في الزمالك، ولا في ميامي، ولا في شرم الشيخ، كل اللي بتهدوه ناس كفران. هم الجماعة اللي في الرحاب دي ولا في المدن اللي بره دي ما بيخلفوش، يعني ما بيعملوش مخالفات. ده كلها فين؟ احنا بنشوفوا الهد في اسرائيل بقى عند الكيان الصهيوني، ولا الكيان الصهيوني دي ساكن عندنا ولا ايه؟ انا عايز راجل عنده دين، مش تطلع كده والمباني عاوزيني مش عاوزينك يا اخي. عملتلي قماص كده وخدت على نفسك وقلت لو مش عايزيني، والمصريين ردوا عليك وعملوك ترند وانت لسه بتخطب على كرسي، وقالوا لك مش عايزينك يا اخي. يا اخي عيطت وقلت الحقوا، ده الاخوان هم اللي مش عاوزيني فحبسناهم. شباب يناير بيلسنوا عليا، سكتناهم وخوفناهم. القنوات ما بتقولش سكريبت واحد، اشتريناهم ووجهناهم. القيادات والوزارات والمؤسسات ما بتنفذش التعليمات، شلناهم وغيرناهم. نعمل لك ايه تاني؟ نضرب لك الشعب بالنوى ونحرقهم لك. حتى رجالتك والمناديل اللي كنت بتستخدمها يوما ما عشان توصل للكرسي ده هم كمان ما سلموش منك. نزل الجيش وجميع كرة مصر، هي كرة مصر دي يا سيادة الرئيس، هم هي الناس الغلابة، الناس اللي شالوا البلد على ظهرهم ودوا صوتهم لحضرتك يا فخامة الرئيس. انا كنت بجمع توقعات في حملة التمرد يا سيادة الرئيس، لولا انا واللي زيي ما كانش في حاجه اسمها محمود بدر ولا في تمرد ولا في حمل التمرد. قوه مباحث تنفيذ الاحكام اللي هو يرقصها الرائد محمد نبيل الظهراوي، هو اللي قبض عليا في 2018 عشان انا عندي غرامات مباني يحصلوها مني بخزينه الدوله
هو نفسه الضابط اللي جه تجاوز حدوده وتجاوز القانون واستغل سلطته بالسب والقسوة والاعتداء على زوجته على أولادي بشكل مهين، وهو اللي زل بيتي. مش هقول لك انا من اعان ظالما سلطه الله عليه، عشان كلنا مصريين يعني، وكلنا دلوقتي انكوينا بنفس النار. ولا هشمت حد فيك وانت مظلوم حتى لو كنت ظالم. اللهجه دي ما عادتش تنفع خلاص، واحنا دلوقتي جلدنا واحد. مين فينا ما يعرفش حد من وسطنا اتظلم ولا اتهان ولا اتحط عليه؟ كل بيت فيك يا مصر بقى عنده شكوى ومظلمه من الفجر ده. يا رئيسنا الحكومه جايره عليني، الحكومه جارت عليني، الناس الغلابة ما معهاش فلوس، هنرجع بالخيام تاني وسبايت البوص، هنسكنوا على الترع وتحزعها في النخيل. انت بتستنجد بمين بس يا واد عمي؟ باللي خربها وقعد على تلها، باللي اهانها واستعبد شعبها، باللي قال لهم يهدوها ويطربقوها على روس اهلها. انت فين دماغك انت؟ ياكش تكون شايف انت الخرابة اللي هنا بنهدها لك يا حزين، او حبة العفش مع خلقاتك بنسقطهم لك من الشباك. وياك اشوفك واقف واتنين تلاتة عماك قبر يلمك ويلمهم وياك. في فترة الاحتلال البريطاني للهند كانت انتشر الثعابين الكبرى السامة في مدينة دلهي الهندية. فكحل المشكلة يعني اعلن الاحتلال البريطاني عن مكافأة مادية لكل واحد يجيب تعبان كبرى ميت. وبالفعل بدأت الناس تموت في الكبرى وتروح تسلمها للاحتلال ويقبضوا المكافأة. بس على الارض الاحتلال كان شايف ان الكبرى مش بتقل من الشارع والمشكلة ما زالت موجودة. ولما دوروا على السبب لقوا ان الفقراء بقوا بيربوا الكبرى دي جوه بيوتهم، ومنهم كمان اللي عمل لها مزارع يربوها وتتكاثر ويموتوا الولدة بتاعتها ويروحوا يسلموها للانجليز ويرجعوا وهكذا وهكذا. ما الناس عايزة تاكل، هتعمل ايه وهتجيب منين؟ ما صدقوا لقوا مدخل رزق. فالانجليز اول ما عرفوا الليلة راحوا لاغيين المكافأة، فزادوا الطين بلة. ليه؟ لان اللي كان عنده كبرى مربيها يسترزق منها لقى النهارده ملهاش سعر فرماها في الشارع، لان بكل بساطة ما بقالهاش عنده اي قيمة، وساعتها الكارثة تضعف. الحكاية دي بقى معروفة وسط الساسة وبتوع الاقتصاد باسم تأثير الكبرى، وبيتضرب بيها المثل في الحلول الغلط في ادارة الدول والمؤسسات الكبيرة. احنا اللي بيحصل عندنا ده بقى مش بس اثر الكبرى، لا ده اثر الفيل ماشي، اثر التنين يا جوز. واحد ليه سوابق زفت قبل كده في قناة السويس الجديدة اللي ماتت واتدفنت بكام مليار اللي اتدفنوا معاها، ورؤيته المبعدية ان هو كمان سنتين هيخلي مصر دولة تانية. والحقيقة في دي بس هو سبب فعلا بقينا دولة تانية. واللي بيحصل في محافظاتك النهاردة يا مصر فده التطور الطبيعي للي عمله في سينا على رؤوس الاشهاد. لما كنا بنتفرج بعنينا على الناس اللي بيوتها بتتهد في سينا ونقول اهو مصلهم بيقول ارهابيين ومش راضين بقى يبلغوا عنهم، انتوا فاكرين الراجل ده؟ عادي اهو اللي بيحصل الكلام ده، معلش عفوا يا استاذ، اللي بيحصل الكلام ده اقسم بالله في اسرائيل، والله ما شفناه الا في اسرائيل، وبيكون مفجر مموت قاتل. احنا قتلنا عشان تيجي تهد بيتي ليه يا عم؟ ليه؟ اللي بتهد بيته عارفينه، اسرائيل هي الدولة الوحيدة اللي بتهد البيوت. يخرب بيوتكم يا اخي، ده انتم مقلبين الناس رشاوي وهم بيبنوا، وبعدها دفعتوهم مخالفات بعد ما بنوا، والنهارده بتدفعوهم مصالحات تاني بعدها بسنين. ده في ناس تانية دفعت مصالحات وبعد ما دفعت هدولهم برضه، وقالوا لهم والله احنا خدنا الفلوس اه بس الورق بتاعكم كان ناقص وكان في حاجة كده ما كملتش. ايه الجنان ده؟ اقسم بالله دول لو عبيد عندكم مش هتعملوا فيهم كده. ولكن عزيزي المصري لا تحزن، على الجانب الاخر كان في ناس ليها رأي اخر، ناس وقفت في محافظاتك يا مصر ضد الهبل ده وقالت له بالصوت العالي لا، شقى عمري لا، لا وعرضي وعيالي لا. انا عن نفسي من يوم ما خرجت من مصر لا دعيت لمظاهرة ولا قلت الواحد فيكم ينزل، خوفا على ارواحكم واسركم من اجرام وقل الدين. حتى حلقة النهاردة كنت المفروض هتكلم عن حاجة تانية خالص، لولا صرخات المقهورين في الرسائل واللي بيستنجدوا بيا. يبقى اي حد معدي ممكن يوصل لكم صوت، بيقولوا لكم ما تسيبوناش لوحدنا قدام المجرمين دول، بيقولوا لكم لا عندنا لقمة نظيفة ولا هدم عدلة، وكمان مش هيبقى في حتى خرابة نتاوى فيها اخر الليل وانتوا تقدروا تقفوا جنبهم وتحموهم. انا ما بجيبش حاجة من عندي، ولكن زي ما دول وقفوا جنب اخواتهم وجيرانهم وما سابوهمش لوحدهم. Let's go.
انت بقى يا ذكر الباطل، يا اما هتتراجع عن قراراتك دي او تعدلها او ترفع ايدك عن الغلابة دول باي طريقة كانت، واما وربي ما هتلاحق على المصريين جايين لك منين ولا منين. اوعى تفكرهم ماتوا لما رضيوا بغلو البنزين والمترو والسلع الاساسية وانتهوا على كده. لا يا بابا، من لا يقرأ التاريخ يتنقع ويتحط في الطبيعي. السادات جاب ورا واحترم نفسه لما حس بمارد الشعب بيقول. اوعى تفكر الكام شارع اللي عملتهم اسفلت هيشفعوا لك عندهم. هم عارفين كويس ان كلهم على بعضهم ما يجوش بتمن رصيفين في قصر من قصور. مش هيرحموك اقسم بالله، وانت بقى جرايمك كتير وعقلك في راسك تعرف خلاص. وانا مش بنصحك، لا، انا بس بستخدمك عشان اقول الكلمتين دول للمصريين. اما بقى الاغبياء، ايتها المعيز المطبلين الاغبياء، الاغبياء يهللون ويرقصون لعلهم وجدوا لعلتهم شفاء، ظنوا بان الداء قد يحنو على المرضى ويمنحهم دواء، يتعشمون بان من خان الامانة يرتجى منه الوفاء. عين البلاء لا ترتعد، فالقمع يأتي من اناس تبدو قواهم ظاهرة. اضرب نجوعا مقفرة واضرب قرى متناثرة، وسع لسطوتك المدى واضرب بقلب القاهرة، وحين تمتد الايادي الغادرة الصبر لا يعني الخضوع، والسلم لا يعني الخنوع لسلطوات فاجرة. فالظلم قد فاق المدى، الظلم قد فاق المدى، وبكل بيت ذكريات فاجعة، والخلق باتوا يبصرون برغم ابواق النظام الخادعة. فاصرخ بصوتك ان اوصال الطغاة لمائعة، واضرب على اوتارهم واصنع عواقب موجعة، واصنع عواقب موجعة. بس كده يا مو. السلام عليكم. نايمون اليوم بحاله، سهرون الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له عسكر التب سكيلت، مسخرونا ومسخرون عسكرينا مسكينوا له، عسكرونا وعسكروا له. نايمون اليوم بحاله، سهرون الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له عسكر التب سكيلت، مسخرونا ومسخرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ درس النهاردة ان شاء الله يا شباب عن الناس اللي عندها كيسات استيراد، بيبقى جوه الكيسة سماعة داخلية، فبيبقى الصوت عنده بعد ما بينزل النسخة الصوت عنده عليه العلامة ديت او علامة اكس حمراء ان هو مش شغال، ويجي يشوف في التعريف يلاقي التعريفات شغالة او يعني التعريفات ما فيهاش مشكلة، زي ما هنشوف دلوقتي كده. هندخل عند التعريفات، هنروح عند الساوند اهو، متعرف وكل حاجة مفيش مشكلة، بس في علامة اكس. ده ليه؟ ده التعريف ده الخارجي. انت لو هتوصل صب او هتركب فيشة الصب في الكيسة هتلاقي الصب شغال والسماعات شغالة، لكن السماعات الداخلية اللي في الكيسة مش شغالة. طيب يا ترى ايه السبب؟ السبب ان هو عايز التعريف بتاع كارت الصوت الداخلي للكيسة. طبعا الكلام ده بيبقى في الكيسات الاستيراد زي الديل والاتش بي والسيمنز. طيب الطريقة سهلة، واحنا كنا شرحناها قبل كده تقريبا الفيديو اللي فات، بس كان عن ازاي احصل على تعريفات للجهاز يعني. برضو للتذكرة هنجيبهم مع بعض تاني، او هنعرف ازاي نجيب التعريف ده. هنخرج على الديسكتوب خالص بره كده، هنضغط برضو على علامة هنضغط على علامة الويندوز اللي في الكيبورد ومعاها حرف الار كده. هنفتح قائمة ران يعني، هنكتب فيها طبعا الكلمة ديت دي اكس دي اي اي جي، وهضغط انتر. لكن لو انت حافظ اسم الموديل بتاع الجهاز بتاعك مش شرط تعمل كده يعني، لو انت عارف اسم الجهاز بتاعك ايه مش شرط تعمل الحركة دي. طيب دلوقتي جهاز اوبتيبليكس 755، انا بشرح للناس اللي هي اول مرة هتشوف الفيديو. هاجي هنا في بحث جوجل واكتب اسم الجهاز، عربي عفوا، او بي هو مكتوب اهو، اسم الجهاز اهو شباب، وهكتب بعدها درايفر واضغط انتر. على طول اختار اللي فيها اللي مكتوب فيها درايفر داونلود فور ويندوز، وجايب ايه الويندوز 7 و8 و10.
سواء انت اتش بي برضه هتلاقي نفس الموضوع، اتش بي هنا واسم الموديل ودرايفر داونلود ويندوز 7 و8 و10. هفتح الموقع كده وهدخل انزل التعريف بتاع الاوديو. طبعا قلنا هنا هختار نوع الويندوز اذا كان ويندوز 7 ولا 8 ولا 10، وهل هو 32 ولا 64، وهنزل تحت لحد ما اوصل لكلمة اوديو، اوديو درايفر اهي، هحملها بكل سهولة من هنا، هضغط داونلود وبعدين 5015 واضغط داونلود، هيجي لي التحميل اهو، واختار انا عايزه على الديسك توب مثلا، سيف، بدء التحميل. دلوقتي التعريف نزل اهوت معانا على الديسك توب. اول ما هنعمل سيت اب للتعريف دوت، هتلاقي العلامة ديت اللي هي الحمراء على الصوت تحت اتشالت، وهو ده سبب ان هي ما عليها علامة حمراء، بالرغم ان التعريفات مظبوطة ومتعرفة مفيش مشكلة. هو هنا بيبقى طالب تعريف السماعات الداخلية للماذر بورد، وهو ده التعريف اللي هو عايزه. بس وبكده فيديو النهاردة يكون خلص، وأتمنى تشترك في القناة لو مكنتش لسه شرفتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.